مليار جنيه لصرف مستحقات العاملين بالشركة المصرية للحديد والصلب، والتي تم تصفيتها في العام الماضي، وذلك من خلال اتفاق ثلاثي بين الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة. النهارده تم التوافق والتوقيع على الاتفاقيه الخاصه بتصفيه شركه الحديد والصلب، وبالتاكيد خدت فتره يعني توافق بين الطرفين من خلال النقابه العامه للصناعات الهندسيه ووزاره قطاع الاعمال والشركه القابضه، وبالتاكيد الحمد لله وصلنا الى افضل اتفاق بالنسبه لتعويض العاملين من خلال هذه الاتفاقيه. وبحسب وزير قطاع الأعمال العام الذي أكد على مراعاة حقوق العاملين لما بذلوه من جهد أثناء خدمتهم بالشركة. احنا لحد النهاردة أغلقنا 3 شركات، شركتين تابعتين وشركة مشتركة، ومن إجمالي 120 شركة استلمناهم، وجاري التطوير لل 117 شركة اللي فاضلة. أعتقد أن احنا وصلنا لحل يعني أكثر من جيد بالنسبة لإخواننا العاملين، هو أكتر من اللي القانون بيقوله، بس حسب توجيهات فخامة الرئيس إن احنا لابد إن احنا نكرم الناس اللي هي يعني ملهاش ذنب إنها بتخرج. وبدوره أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية على أن الاتفاقية تلزم بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14,000 جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بحد أقصى 450,000 جنيه، بالإضافة إلى أي مميزات أخرى للصناديق التي اشترك بها العامل. وصلنا إلى أن العامل ياخد 14,000 في السنة، بحد أدنى 220,000 وحد أقصى 450,000، وهياخد رصيد الأجازات طبقا للائحة الشركة، وهياخد شهرين بدل الإخطار، وهياخد مكافأة نهاية الخدمة 15 نص شهر عن كل سنة بحد أقصى 50,000، وهياخد 900 جنيه اللي هم بدل للمتضررين من قانون 148، يعني اللي ليهم مدة خدمة ومش هيصرفوا معاشهم إلا عند سن التقاعد، فدول هيصرفوا 900 جنيه شهريا إلى أن يصلوا لسن التقاعد، و900 جنيه دول خالصة التأمينات والشركة ملتزمة بيهم. اتفاق جماعي وجهود مكثفة من وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لصرف جميع مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب حتى لا يضار عامل جراء إعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام.